النشأة كانت بالفريج مع الربع، مراكز الشباب، بالدورات الرمضانية، بالدورات الخارجية يعني اللي تكون بالمنطقة على مستوى المنطقة والمحافظة. انضميت منتخب 19، بعدها الأولمبي ما انضميت، بعد الأولمبي صار رديف، انضميت للرديف وتعورت في أول مباراة. أذكر في بطولة هني، بطولة سداسية، ست منتخبات على نادي القادسية اعتزال مؤيد الحداد، من أول مباراة أصبت. نهائي كأس الاتحاد تحت 16 سنة ضد كاظمة، كاظمة فريق قوي بالمراحل السنية، يعني قوي وشرس. يعني احنا كنا يمكن 5 أو 6 بالمنتخب وهم هم 6 أو 5 بالمنتخب، فتعادل الكفة ويصير اللعب حماس. يعني تحت 19 سنة يحضر جمهور نادر تصير بالكويت، بس كان حاضر جمهور. أبرز إنجاز يعني يمكن على مستوى النادي، لأن بالمراحل السنية وأنا كنت شوي في قمة مستواي للأمانة. يعني مباراة كأس الاتحاد للشباب، مباراة ما تنسي الإمارات بالإمارات تحت 16 سنة، يعني كانت مباراة قوية حيل علينا على أرض الإمارات، وكان منتخب الإمارات قوي، منتخب شرس ويعني مقاتل داخل الملعب ومرشح ونفوز عليه. يعني هذا كان إنجاز بالنسبة لنا، ولو أن احنا ما تأهلنا لكأس آسيا، تأهلنا للأدوار النهائية اللي بأندونيسيا. يعني لعبنا هناك ضد اليابان وضد كوريا، بس يعني ما الله وفقنا هناك، ما توفقنا، ما انتقلت النادي ثاني. ولكن وصل لي عرض من نادي القادسية، كان ماسك تدريب دراغان لغزلافي، وكان رئيس النادي عبد المحسن الفارس، وقتها أبوي كان رئيس نادي فيحيل، فقال هذا ابن رئيس النادي، أنت ممكن تمون عليه وتكلمه، أنا أبي اللاعب هذا. بس أبوي سبحان الله الوالد رحمة الله عليه رفض، قال أطلع عادي أي لاعب إلا هذا ما أطلع، خله بالنادي. يعني يمكن كون أبوي أو أنا ولده يعني شوية فيها حساسية تصير، مع أنه يعني طلع عبد العزيز الهاجر راح نادي كويت وراح نادي السالمية، وطلعوا فيه لاعبين طلعوا وراحوا كاظمة وراحوا أندية كبيرة، سبحان الله ما الله كتب لي أروح القادسية. الإصابات يعني لازمتني إصابة نفس القدم، نفس العضلة، عضلة الفخذ تمزق، يعني ممكن ألعب 6-7 مباريات الثامنة متعور، يعني قصر يعني بالعضلة عندي في واحدة منهم في قصر. فلما أبذل مجهود مباراة ورا مباراتين ورا ثلاث ورا أربع، وأنا سريع مو بطيء، يعني مو من النوع اللي يعني على الراحة وهذا، لا لعبي شوي فيه سرعة، فالعضلة هذه دائما يعني سبحان الله يروح ورد، والتمزق إصابة شوي تطول، مو نفس الكدمة، يعني ياخذ 3 شهور 6 شهور، ممكن ترد التمزق ب4 شهور، وهم ترد التعور، هم ترد التعور. العضلة إذا صارت قصيرة غير، يعني ما في شوية وزن بينها وبين العضلة الثانية. احنا نحب الكورة نستمتع فيها، يعني مو شرط، ما مو يعني طلب شيء غير الكرة، لا الكرة هي وناستنا وفرحتنا، سواء بالنادي أو مع المنتخب أو برا، يعني بيننا وبين الربع كذي. أنا لعبت 3 سنوات فريق أول، بعدين خلاص وقطعت 2 سنين، وردني المدرب صالح العصفور، يعني طلب منه يوم مسك النادي فيحيل التدريب، قال ردوا لي ظهري، ورديت لعبت موسم ورديت خلاص عاد. أنا أشوف نفسي ما أصلح للشيء هذا، أنا أشوف نفسي يعني ما أصلح إداري أو تدريب أو شيء، بالعكس اختارت الفكرة علي، وفكرة حلوة بالعكس، يعني إنه في مجالك وعارفة وعندك خبرة فيه، بس أشوف أني يعني كان عندي اكتفاء من الكورة خلاص، قليل أزور النادي، بس أتابع، يعني أتابع مرات، لا صارت لعبة حماسية بين العرب والقادسية أتابع، نادي كويت بعد فريق حلو وقوي أتابع، إذا لعب مع القادسية أو لعب مع العربي أتابع.
مرة كنا نلعب مع مباراة مع فريق، أذكر إذا ما خانت الذاكرة لعبنا مع القادسية، وعندهم لاعب نص خطر يعني حريف. فقال المدرب حق واحد من الربع بالغرفة، قال له خلك مان تو مان وياه، لا يروح يمين أو يسار. تعور اللاعب هذا وطلع، صاحبي واقف على الخط ينطر اللاعب، اللاعب طلع خلاص. فنقول له بعد 5 دقائق شو موقفك؟ اللاعب خلاص مشى. فهذا موقف يعني كل ما أذكره أضعك. أنا هذه لعبت أول مباراة وصبت فيها، يعني أنا كنت توني داش وصبت وطلعت. لعبة سوريا إذا ما خانتني الذاكرة سوريا، لأن كان منتخب سوريا من ضمن الفرق الستة، حتى من الفرق الستة سوريا، البحرين، السعودية، بس ما إذا ما خانتني الذاكرة، يعني ماني ذاكر الفرق بالضبط، بس هذا اللي تعورت فيها. كنا معسكرين هنا في مجمع المثنى، فندق المثنى، 2 أو 3 أسابيع. كان شوية من منتخب الأولمبي والشباب ومنتخب الأول، يعني خليط، مسوينا منتخب رديف يشارك باعتزال مهيد الحداد. فكانت يعني بطولة حلوة، يعني ذكرى هم حلوة، يعني نفس مهيد الحداد لاعب كبير، يعني مو له حجمه بالخليج وعلى الوطن العربي له حجمه، وتشارك باعتزاله، هذا يعني شيء يعني شرف لكل لاعب. يعني الرياضة حلوة، والرياضة مستقبل، والرياضة صحة، والرياضة عافية، الرياضة تنظم حتى حياتك وتعرفك على الناس، الرياضة لغة الشعوب، لغة يعني احنا لو مو الرياضة ما نعرف الأرجنتين ولا نعرف البرازيل ولا بوليفيا، هذه دول يعني أمريكا اللاتينية من يعرفها؟ ما حد يعرفها. بس كرة القدم عرفتنا فيها، عرفتنا بسام اللاعبين، عرفتنا لغة الشعوب كلها هذه، يعني بس إن ما تتعارض مع مستقبلك. مستقبلك أهم، يعني بالنسبة للناشئين أو الشباب لا، الدراسة أول بعدين الرياضة، وكل واحد يقدر يوفق، يعني التوفيق بين الوقت هذا والوقت هذا كل واحد. بس يعني الرياضة نفس أنا عندي نفس مستواها نفس الدراسة، مفيدة مفيدة، بس فائدتها غير عن الدراسة. صح الدراسة شهادة ووجاهة وتعليم وهذا، بس هم الرياضة حلوة، الرياضة مستقبل، يعني حتى إذا اللاعب صار موهوب غير، لأن سبحان الله يعني لأن قلت المواهب، لأن الموهبة قبل التعليم، يعني اللاعب الموهوب، اللاعب اللي تعلمه الكورة ما يصير موهوب، إذا هو ما يصير لاعب نجم إذا هو مو موهوب، ما يملك موهبة. في لاعب يعني لو تشوفه بالنظر تقول هذا لاعب، بس ما دربه مدرب، ما علمه مدرب، موهوب هذا. في لاعب لا، تحس انه متعلم كرة القدم، تعليم يعني سبحان. بس ولا انصح انا بالرياضة بعد سبحان الله، يعني الرياضة تبعدهم عن اشياء واشياء واشياء، يعني وترجع لهم بالفائدة، ترجع لهم بالفائدة، يعني تبعد عن اشياء كثيرة، خاصة بالوقت هذا. احنا وقتنا يمكن احلى، يعني ما في نت، ما في هذا، نلعب بالسكة ونلعب بالمدرسة ونلعب بالنادي، ما عندنا وقت، ولا رحنا نطالع التلفزيون طالعنا مباراة. إن شاء الله يكون الجيل هذا جيل واعد وصاعد إن شاء الله بإذن الله بالرياضة وفي مجال الدراسة، يعني نتمنى لهم التوفيق والجسم السليم بالعقل السليم، العقل السليم بالجسم السليم.